بالحصار اشتغلتي رجعتي لمهنه الخياطه من جديد وبديتي تخيطين ولانه الوضع كان صعب. بس اذكرك بشيء بالحصار قبل ما نختم هذا الفصل، انه بيوم من الايام صار عيد ميلاد بنتك المريضه. انت تجيب هاي المعلومات. شلون دبرتي؟ ايش سويتي لها؟ خيطت لها البرده، سويتها فستان برده تول ابيض اوف وايت، خليت لها اشرطه وهذه، وانا خياطه خيطتها لها وسوينا لها كيكايه بالبيت، يعني حتى من هذا الطحين العادي يعني ماكو. الحصار كان في قضيه يعني اللي عاشوها يعرفون كلامي شنو معناه، يعني كان خانق جدا، يعني تحفه وما تقدر تشتري لها قميص. اي نروح وياك الفصل الاخير، فصل الربيع في حلقتنا، فصل الحب. الله. بعد خبره وحياه طويله أي. اكو حب لو مجرد هاي احلام عايشيها الشباب؟ لا والله، حب بين رجل ومرأة. لا أكو. مستحيل. شوف ماكو بناء ينبني إذا مو أساسه صحيح، إذا مو أساسه صحيح، إذا مو بسنة، إذا مو بسنتين، بعشر سنوات ينهي، يعني إذا مو ينهدم ينفطر. مو؟ حبيتي أنت؟ أنا حبيت طبعاً. منو حبيتي؟ حبيت زوجي الأول وحبيت زوجي الثاني. حبيتهم، حبيت ذاك الحب اللي حب المراهقة البسيط، يعني ماكو هاي حب مال إحنا مال. والحب الثاني كان لا حب عمري، لأن كنت ناضجة. ممكن بعد هالتجربتين تعيدين تجربة ثالثة بهذا الوقت؟ لا، من باب الونس أو أحد وياي. أنا حياتي ما بيها فراغ، ما بيها فراغ. أنا يعني عندي ما أريد أشوف صورهم، يعني بعيدين هم عن هذا، بس عندي أحفاد رائعين جدا. كم حفيد وحفيدة عندك؟ أولا ابني حسن عندي، وبنتي وميض. حلو أسماهم. أي. وميض ما عندها أولاد. وحسن عنده ثلاث أولاد، ولدين وبنية. الله يحفظهم. عنده علي وملك، وعنده صغير فضل. فضل يعني ملا الدنيا، الدنيا كلها ملاها. عندما أشوف اللمعة بعينك أنت وتحكين عنهم.